أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في قناتي حرفة الشواء. احذروا أنا الوين اليوم. أنا اليوم في لبنان، جايب لكم إن شاء الله بعض المطاعم المميزة في الشوي. هنستعرض بعض الكباب وبعض الأصناف الثانية في موضوع الشواء. أول مطعم عنا مطعم سوطو في قضاء زغلطة في شمال لبنان. هذا المطعم مطعم عائلي متميز بعمل الكباب، وخاصة الكبة اللي بتندق. بدنا نشوف كيف بيدقوها وكيف بيشوها، شو نوع الفحم اللي بيستخدموه، ونعطيكم رأينا في هذا المطعم. عملية الدق هذه ليش بنساويها؟ لحتى نجمع اللحمة مع البرغل بشكل متجانس ممتاز، ونحافظ على نكهة البرغل، ما تنطحن على آخر البرغل، تتم النكهة موجودة تبعها. الشغلة الإضافية كمان إنه مشان نفتت بروتين اللحمة، الألياف تبعه بتصير ألياافه مفتتة أكثر، بتصير النكهة ألذ وأطرى، وطبعا بتتم محافظة على السوائل، مثل عملية الشوي أو الطبخ على الفحم أو الفرن لساعات طويلة. بتلاقوا اللحمة بيقولوا لها مهلهلة، اللحمة تلاقيها هيك طرية منتهية لأنه تفتتت الألياف تبعها. النقطة الثانية الحشوة. الحشوة بالكبة زغرتائية هي متميزة بموضوع الشحمة. الشحمة هي بتعطي طراوة ونكهة خاصة للكبة. طبعا في أنواع تانية، في ناس بيحطوا زبدة، في ناس بيحطوا سمنة، لكن هذه هيك طريقتها وهذه هيك تخصصها، وهنشوف بعدين كيف تتاكل. بدنا نفتحها بالنص ونشوف كيف هتنزل الدهنة وكيف نكهتها وكيف ممكن نحط معها تبولة، يعني أشياء مغرية ومميزة. بدي احكي معلومة هلا عن موضوع الفحم. الفحم هذا اللي بيستخدموه هون فحم من خشب السنديان. انا سألته ليش تستخدم خشب السنديان؟ قال لي لانه بيعطيه درجة حرارة ثابتة، بيعطيه حرارة قوية جدا، عميقة وثابتة بيعطيه. لذلك بيستخدم هذا النوع من الفحم. وصلت الكبة الشهية، وهي في طريقة حلوة كتير لفتحها. بنمسكهم هيك تنتين وبنسحب. يا سلام، شوف شوف المنظر هذا، شوف القوام تبعه، شوف الدهنة. أنا راح أعمل حركة حلوة، أخلي هي فيها الدهنة تبعها أدوقها فيها، وهي راح أحط فيها تبولة
نشوف كمان كيف تطلع. طبعا اللي ما بده دهنة بيقدر بكل بساطة بينزلها هيك بالمي بهذا الشكل. طبعا فكرة المي بالزبدية مشان ما تمسك الدهنة. على بارد على حار في ظريف. فإذا مثل حكينا الكبة أنواع، والنوع الثاني في عنا هون الكبة الهبرة يسموها الكبة النية، كمان نفس الطريقة أنا عملت بالجرن، بس إنه طبعا ما بتنشوى. فنجربها شيء طيب مميز، وما كتير واضح فيها طعمة اللحمة، يعني الخلطة تبعها بين البرغل واللحمة مميزة. وصلنا لنهاية التجربة، كانت تجربة مميزة وجميلة جدا، أنا استمتعت فيها. إن شاء الله أنا مفكر أعمل مثل هذه الكبة لما أرجع، بس أعملها بالماكينة لأنه ما عندي حفرة الجرن. هحط لكم موقع المطعم في أسفل الفيديو، وإن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة. إذا عجبتكم حطوا لايك وعملوا سبسكرايب وارسلوها لمعارفكم، وشكراً.